هذا السيب مور، زهقتكم انا بالسيب مور. فيديوهات دائما عندنا بالمنطقه، لاني والله شوي بطلعش، يعني صاير بيتوتي الفتره اللي طافت هذه. بعد اخر رحله طلعناها على اكسلنتي وهذا صرت بيتوتي، يعني ما اطلع ولا اروح ولا اجي، يعني الله يعين. الحين ناخذ عربانة. اكسكيوز مي. هذه عربانتنا وصاير طلعاتي قليلة جدا جدا، يعني لا اطلع واروح واجي، يعني مو نفس قبل، يعني راح شوي بركز على الشغل. وكمان يعني الطلعات بدها يعني مصاريف، يعني اقل طلعة وهذا راح تصرف فيها يعني. وانا يعني بصور يعني حياتي اليومية، شو اللي بسويها، فلوجات يعني يومية بشكل يومي. طبعا انا بورجيكم يعني الاسعار تختلف يعني يوم عن يوم. يعني طبعا هذه اسعار الدجاج حاليا، قطع الدجاج 221، 195، 100، وهذا صدور الدجاج 192، بعض الوقود. يعني هذا اسعار. طبعا انا جاي اخذ لحم على السبتيف اسوي شاورما، يعني هذه الاسعار. يعني هذه اغلب المنتجات. يعني طبعا هذه اللحمة العجل، الكيلو المفروم على 350، طبعا الاستيكات على 207، وعلى هاي الاستيك على 528. بس هبرات يعني شيء فاخر من الاخر، يعني زي ما بقولوا. طبعا هاي الفريزرات، هاي العربانة هني. ها مش كهربانة. طبعا هذا ورجيتكم انا قبل اسعار الرز وهذا. طبعا هنا اسماك المجمده، الكيس المجمد على 120 بيسو، هذا السمك المجمد. طبعا في كثير من منتجات الحلال، يعني في منتجات هنا بتحصلها حلال من لحوم ما لحوم. طبعا هذا سي دي او، هذا على 70 بيسو. الكبير على 258. يعني طبعا في بعض المنتجات، يعني في هون انا اخذت مرة كنت مشتهي اللحم الغنم، غنم حصلته مرة هني، وكان في بس اربع قطع، كان على 470، كان وزنه نص كيلو على ما اذكر. طبعا هذه اسعار الخضار المشكلة، يعني اسعارها شوي غالية. هاي البقسمات، ما البقسمات والشغلات هذه موجودة، يعني هاي الامور هذه. وبعد الاسعار يعني الالبان، طبعا النقانق موجودة، يعني طبعا الالبان موجودة. يعني في بعض الالبان، بعض المنتجات الالبان هناك. يعني هذا اللبن اللي انا اروب منه، هذا اللبن، هذا صافي ساده، هذا ساده، هذا ساده، اللون ازرق، هذا ساده، هذا تقدر تروبه منه. حقه قديش هذا الصغير؟ على 47، يعني ما شاء الله سعره غالي جدا جدا. يعني والبصل والدنيا، هاي اسعار البصل، يعني شوفوا هذا حبتين بصل ما شاء الله 90 بيسو. هذا؟ لا بس بصل؟ هذا اي بس بصل، بلاك بيبر. هذا البصل الصغير هذا على 31. البطاطا غالي. ها؟ كريم البريد؟ ايه بريد. تشتري من اقصى؟ سمون نشتري. طبعا كيلو البصل على 100 على 92، والكبير الكيلو 500 جرام، 500 جرام على 92، 500 جرام على 110، ما شاء الله.
وهذا الثوم 500 جرام على 108، ما شاء الله الاسعار ما شاء الله. طبعا هذا التفاح، التفاح النص كيلو يعني بيطلع على 96، يعني هاي الاسعار ما شاء الله، هاي الاسعار ما شاء الله، ما شاء الله. المشكلة بالسيب مور بالمولات الاسعار نكبة نكبة، يعني انا بشتري منهم يعني بس ايش الاشياء الضرورية يعني، بس دايما من السوق الشعبي، دايما دايما على السوق الشعبي افضل اشي انك تاخذ من السوق، الاسواق الشعبية بتكون رخيصة واسعارها ممتازة يعني جدا، هذا بشوفها يعني. بس يعني الاشهر الجاية راح تكون في تنزيلات، هنا راح يعني على حسبة ان الكريسماس جاي راح تلاقي خصومات اشياء كثيرة كثيرة كثيرة، راح يصير في عروض واكوام بيكوموها بالممرات، وهاي على سبة ايش عروض يعني، هذه الامور. بس انا حبيت اخذكم هيك فرة صغيرة، لفة صغيرة في السيب مور. هذه وين راحت اللي عندي؟ هذه ندور عليها يعني، اليوم بدي اسوي شاورما، انا حابب اليوم اعمل شاورما، انا بزبطها تزبيط يعني، بس ايش بعملها مرات بعملها الترانشات، او بعملها عن طريق اللي هي شو اسمه المفروم، المفروم اسهل واسرع وارتب. بس حبايبي يعطيكم العافية، وحبايبي ونشوفكم على خير، ونشوف فاتورتنا كم طلعت. اوكي وبلاك بيبر. اوكي بعدين نكمل هذا باقي اغراض. طبعا تشتري من الاشياء النظيفة الضرورية من فلوسها كثيرة طيحة. طيحة اللحم على 100، حسابنا طلع يمكن 200 300 وشوي. طبعا بنكمل الباقي الاغراض، وهذا بنطلع وين على السوق الشعبي على البلنكي، بنكمل يعني الطماطم والشغلات هذه، هاي بناخذ طماطم والاغراض هذه كلياتها من البلنكي، الاشياء هذه كلها الخضره والامور هذه ناخذها من البلنكي لانها بتكون ارخص من السيف مور يعني. بس هون يعني افضل شيء طبعا، هون زي ما انتم شايفين في اكشاك، هذا اكشاك تاع العصاير، في اكشاك البطاطا المقليه، وهذا كشك تاع عصير الليمون عجيب طعمه. طبعا بالسيتي مول في محل متخصص في اليايا المشهورة فيها مدينة أو جزيرة نيغروس بشكل عام، وخاصة في مدينة بوكالود بيبيعوا اليايا. طبعا هذا المحل، هذا بيكري، هذا بون 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 بون، هذا كله أنا صورتكم إياه قبل، هذا كله المحل عندهم اللي هو اليايا ما يايا، هذا يايا شايفينه، هذا اليايا، وهذا انا بحب هذا، انا باخذ من هذا، انا جاي ناخذ من هذا واحد اللي عندي تتوحم قاعده. هاي جوابة طبعا زي ما انتم شايفين، هاي بعض المنتجات، هذا هذا مشهور بكالود يعني نفسه، هاي بعض المنتجات يعني، اي حدا بيجي هنا على نيغروس لازم يميل على المحلات هذه ياخذ منها، نفس عنا بالاردن لما تروح لازم تميل على تاخذ لك كنافه، تاخذ لك زلاطيم وهالقصص هاي، نفس الشيء هنا بنيغروس، نفس الشيء بيجوا على المخابز هذا مشهور. لا لا بس هذا ما شاي اي، بس هاي بس هذيلا، هاي الشغلات خفايف، انا بحب هذا لانه مع الشاي مع القهوه رهيب. بس وهذا اليايا بيايا بيايا، هذا احسن
منتج بنباع في نيجروس مشهورة فيها نيجروس، أي حدا بيجي على الفلبين خاصة نيجروس بيوصوه على هذا بيايا بيايا تربح ديايا. هاي ضحكة قرموطي. هذا علمه طبعا. واذا بدك معدات واشياء واغراض هذا بالمولات بتلاقي محلات زي هذه، بتلاقي عندهم عداد مع عداد ادوات العزل، مراوح، الطباخات، الليتات هاي الطاقة الشمسية، يعني الاشياء اللي بدك اياها بتحتاجها لسيارتك لاي اشي بتحتاجه تاخذه من سيتي مول. طبعا ما شاء الله سيتي مول عندنا كبير وفي اشياء كثيرة ومحلات كثيرة يعني، وفي سينما عندنا يعني. طبعا لما ينزلوا افلام وهذا يعني هذا الوضع العام. هذا السينما، هذا السينما في افلام جديدة، هذا الفيلم نازل عندنا الحين. تبي تشوف سينما؟ بعدين نيجي على السينما بعدين نصور فيلم. هاي السينما سيتي مول سينما من فيكتوريا. حبايبي يسعد ربكم وتحياتنا لجلال ابو مويس، ونقول له دير بالك على حالك يا اخونا جلال من الاعصار اللي جايكم، وربي يحفظك ويديمك ويحفظك انت والاهل حبيبي حبايبي الربع. السلام ويعطيكم العافيه.